قلنا نهائي ثاني قبل الاوان بعد ان تابعنا نهائي اول جمع الارجنتين بالمانيا ومكن المانشافت من العبور الى مربع الذهب بعد الانتصار بركلات الترجيح 4-2 امام بلد البيبودورو دييغو ارماندو مارادونا. مثل انتهاء المباراة طبعا بالتعادل 1-1 انتصار كذلك وتعال للبرتغال امام انجلترا بركلات الترجيح. والان اخر الورقات تلعب بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الفرنسي حامل اللقب البرازيل في اخطر تحدي له منذ بداية المونديال بينما المنتخب الفرنسي يلعب من اجل اعادة الاعتبار والاشعاع العالمي في اكبر المواعيد العالمية. اليسار سنتابع ذلك من خلال واقع المباراة. زيدان الفنان يبدأ بشن الهجمات على الدفاع البرازيلي، عودة للنشاط والحيوية والحوار داخل منطقة الدفاع الفرنسية. رونالدينو إلى متى الاستباقة، إلى متى الاستباقة يا أفضل لاعب في العالم؟ بكل تأكيد روبرتو كارلوس المصوب والنفاذة في التصويب. يتقدم روبرتو كارلوس، لا تصويب من جونينو، عملية تمويه كانت لروبرتو كارلوس. ولت مباراة مجنونة، النهائي قبل الأوان وكرة طويلة السريعة والسريعة والاعتماد على زيدان المايسترو. وليليا تيرام يلعب بالنار، روبرتو كارلوس يستعمل السرعة في السباق. ولي سانيون تعود الكرة روبرتو كارلوس اللي خير الاعتماد الفردي ولكن كورتو خارج الميدان. سرعة من زي روبرتو لا يمر. زين الدين زيدان العقل المفكر والدينامو مهندس العمليات. زي روبرتو كرة لجونينو ضربة مخالفة للمنتخب البرازيلي. زين الدين زيدان في الدفاع، عاصمة السويدية 5-2 وكرة طويلة والتسلل يأتي بعد ذلك جوان قلب الدفاع لباير ليفركوزن. جونينو ينطلق ويلعب مع كافو ورومان وداع، كلها نجوم الكل في الكل. شوف الفنيات، تركيز المنتخب الفرنسي يعرف صعوبة المهمة ولكن ليست بالاستحقاق. رونالدينو بذكريات 2002 مع ديفيد سيمان للمنتخب الانجليزي. رونالدينو في القائم الثاني، رونالدو يعلق في الفضاء ولكن ليست هناك بثوابت كبيرة على رأس تيري أوري اللي صوب وتصطدم الكرة بالدفاع وتحت التماس المنتخب البرازيلي. لوسيو قلب دفاع بايرن ميونخ يتعرض لهذه الإصابة بعد تصويبة قوية من تيري العجيب وكرة لفلورو مالودا ويعود لوسيو. رجيع زين الدين زيدان، نيلسون ديدا وتصويب على طول لكن من فرانك ريبيري بعيدة عن شباك الحارس ديدا. ماكيليلي يوزع تيري أوري وتيري غريبة جدا، تيري يحاول أن يكون غدار في الدفاع البرازيلي. سانيول في القائم الثاني، لوشو في التأمين، رونالدينو يلعب الكرة، كرة سريعة تمر لكاكا ولكن ضربة مرمى. سانيول يوزع سانيول والحارس نيلسون ديدا، لاعب فرنسي غير محدد بالمكان والزمان. وتيري أوري الخطير والعجيب، كانت اسبق الرايه للحكم المساعد، ارتفع بنسبه كبيره مردود زين الدين زيدان. فلورون مالودا يوزع بمهاجم وحيد الى المهاجم الثاني فرانك ريبيري. تيري ولوشو والحكم الاسباني يعطي التماس للسلساو البرازيلي. في ظهر المدافع اريك ابيدان رونالدو ولكن في الاخير كره سريعه رونالدو وكان ليبيرو للدفاع للمنتخبين. كرة طويلة باتجاه مالودا ولكن لوشو العملاق. مالودا أمام كافو ولكن أمام هذا الهرم الكروي فلورون مالودا، كرة خطيرة داخل منطقة الدفاع. باتريك فييرا في التحام كبير مع لوشو، محاولة البحث عن تيري أوري. كرة طويلة من سانيول وكلاس على آخر الشاشة. زيدان حاول أن يفاجئ الجميع والحارس نيلسون ديدا ولكن فاشلة. زين الدين زيدان وتيري اللي كان يتابع في كرة ليليان تيرام. فلوران مالودا يوزع نيلسون رونالدينو، هجوم خطير المنتخب البرازيلي، ليس هناك تسلل. فلوران مالودا هجوم خطير المنتخب الفرنسي وروبرتو كارلوس قبل فرانك ريبيري. فلوران مالودا وشفنا خطورة في القائم الأول من الجانب أولمبيك ليون. كرة سريعة المنتخب الفرنسي، تيري أوري خطأ منه، كرة ممتازة والتوزيع ولكن بعيد على تيري. مالودا والمخالفة
تيري اوري، زين الدين زيدان، كرة خطيرة ورأسية ممتازة من فلورون مانودا في القائم الأول. أوه هذه تقريبا الكرة الأولى الأخطر في المباراة. ليس هناك تسلل فلورون مانودا، لكن لا يمر. الحيرة، كل الحيرة كانت واضحة على كارلوس ألبرتو باريرا، غير مطمئن البال بالمرة حاليا إلا في احتواء الدفاع الفرنسي. تصويب من روبرتو كارلوس، تصدم الكرة بوينيس سانيول، أبيدال، واللمسة واحدة لمفا مالودا، ومالودا هجوم فرنسي خطير. نتابع هذا الهجوم، زيدان خطورة على الحارس الفرنسي فابيان مارتيز، ولكن لمن يغني كفو؟ كرة لتيري أونري، لو شوف المتابعة، رونالدينو، رونالدينو كفو ليوزع، والدفاع كان شو مصريع خطير المنتخب الفرنسي، ولكن نيلسون تيدا، يا سلام، وكرة لباتريك فييرا، وفييرا والورقة الصفراء، اللي لوكارد وجوان، جوان أمامنا، لن يلعب المباراة القادمة في حالة تقدم المنتخب البرازيلي. ميسيز نيكست تايم. نيلسون تيدا يواجه الجدار. خطيرة ولا على الدفاع البرازيلي، أوري صوب ولمسة يد، ولمسة يد هذه المرة قريبة جدا، هذه المرة قد تكون بطريقة ضربة جزاء. وجه لوجه مع نيلسون تيدا، زيدان والدفاع، كيف سيكون الحال في واقع الشوط الثاني؟ مخالفة للمنتخب الفرنسي لصالح زين الدين زيدان. المنتخب البرازيلي ليس في حاجة لمثل هذه المواقف، والكرة غريبة جدا. تيري أوري أكيد سيتحصل على مثل هذه الكرات، حفظ بالكرة، يوزع والحارس مارتينز، تويل الكرة من ويليام جالاس، متابعة لتيري أوري، ولوشو الحكم يقول ماذا؟ مرة أخرى كانت في هذا المونديال أمام التنين الأحمر الياباني. بيرتو كارلوس كان عائد من بعيد، وقلنا أنه ربما قد يكون آخر مدافع لكانسي. رونالدينو يوزع، تدخل من جالاس، وفي الكبرى على الحارس فابيان بارتيز، كرة مرتدة، سانيول، تيري أوري اختيرة، وتيري، ولكن زيرو أو زيرو بيرتو، من كان حتى على لوتشو، وفلورو مالودا، كرة في الدفاع الفرنسي. ويليام جالاس، كرة مباشرة للحارس نيلسون تيدا، تيري أونري في الغزال الفرنسي اللي وزع من مدافع ريال مدريد، ومباشرة للمرة الثانية تعود من ويلي سانيول، يتفوق على رونالدو ويكسب ضربة مخالفة طويلة، والكرة والجول، لكن التسلل. حقيقة المنتخب الفرنسي لا نريد شبح الركلات الترجيعية المعبرة دائما من قبل كل الملاعبين بالكرة وعشاق الكرة الجميلة بالحركات اللا إنسانية. وكعكع يصطدم بقوة صلبة الدفاع الفرنسي، معركة رهيبة في وسط الميدان، يقودها المايسترو الفنان، الشيء من مأتاه لا يستغرب. رونالدو يتابع إنجازات إبداعات لاعب ستفتقده الملاعب العالمية بعد الاعتزال الدولي القادم. كعكع أمامه كذلك متمرس بهذه المواقع، وفلوران مالودا يكسب ضربة مخالفة، باتريك فييرا في متابعة لزين الدين زيدان، وكرة وجول، جول جول جول، تيري أوري، تيري تيري تيري، 36 هدف لنجم الكرة الفرنسية، كرة من زمن آخر. ريمون دومينيك لا يصدق نفسه. قلنا مشاهدينا الكرام وأن المنتخب البرازيلي أمامه منتخب عملاق، شوف كرة بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر. يخرج نيلسون تيدا ببعض التردد، واختيره من، وهذا المنتخب الفرنسي يهيج 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 جدا المنتخب الفرنسي، وعفوة كبيرة، عفوة من كلود ماكيليلي، من إيفانجيليستا كافو يحاول التمهيد لكارلوس ألبرتو باريرا، يعود المنتخب البرازيلي، جاء ليعود إلى الثنائية الهجومية أدريانو رونالدو، المرور والعبور أمام لوشيو وريبيري، غريبة جدا، هذا هو، هذا هو ريبيري طبعا سيف ثوبة العالم، كرة طويلة من زين الدين زيدان، زين الدين زيدان
اذا مشاهدينا الكرام ادريانو البومبر للسيليساو سيدخل مكان جونينو، بالفعل يعود لنفس الترقيم، يعود المدرب كارلوس البيردو باريرا مرة يعطيه الكرة. يعني شفنا زيدان كيف يسير الامور، سانيول يوزع روبرتو كارلوس في الركنية في الجزاء وفرانك ريبيري في التوزيع، تويلة من ريبيري ينطلق مربع الذهب البرازيلي، ولكن ادريانو في المتابعة يدخل منطقة الجزاء، كرة مرتدة لسي روبرتو، فرانك ريبيري من السرعة القصوى، فرانك ريبيري ولكن روبرتو كارلوس بكل امتياز لما يكون التنافس بين سرعتين. زيدان كورتو هذه المرة بعيدة، ريمون دومينيك بكل تأكيد نقول هذا مشاهدينا الكرام هو أغلى انتصار في مشوار ريمون دومينيك إلى حد الآن. البومبر يحاول التوزيع ولكن ليليان تورام حاول دائما تأمين الكرة، رونالدينو كافو القيمة لباتريك فييرا، تيري يصوب تيري، لوس ألبرتو باريرا بإصابة روبينيو، رونالدو شبح رونالدينو، أنا سأقول دائما شبح رونالدينو هذا الكلام كل العالم يؤكده. تيري أوري، المباراة لعبت على مستوى استرجاع الكرة من وسط الميدان الهجومي، وهذه بطاقة صفراء، البطاقة صفراء خايبة كبيرة بكل تأكيد لو ينسحب المنتخب البرازيلي ويودع على الديوك الفرنسية. وزيدان وتيري أونري 28 سنة 83 مباراة دولية 36 هدف، لما يكون واحد ضد واحد أمام لوشو كورة من الربع النهائي، أسوأ طبعا خروج المنتخب البرازيلي، ليست هناك حلول اليوم. يلا يا كافو التوزيع، ادريانو، رونالدو، روبينيو، ايمان، لوش، ايساو، لابد ان تنتهي مباراة كرة القدم تنتهي بعد 90 دقيقة من المفارقات وانها كانت ضد المنتخب البرازيلي. والغزال يحاول المرور، يثبت كورته مليح، يرجع للاول وسط، لا 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 في هذا المكان بالذات، خروج لفرانك ريبيري كذلك والدخول لسيدني كوفو لاعب اولمبيك ليون. شوف الذكاء الكبير من تيري اوري، يكسب ضرب التماس من لا شيء. رونالدينو في الامداد، تصويب يا سي روبرتو، يا روبينيو باليسارية، كرة لروبرتو كارلوس، كرة طويلة وتغطية من جالاس، ميدان امام الجدار الفرنسي صعب المرور اليوم. سيسينيو في العرضية وكرة طويلة تدخل من ويني سانيول، سيات تيري اونري متابعة من سيدني كوفو، مخالفة واضحة ضد تيري اونري بالحجم الطبيعي للمنتخب البرازيلي، ايه صوب ادريانو والكرة بضربة مرمى، ادريانو ورونالدو بعيدين كل البعد عن حتى تسديد، طبعا كان رونالدو يمر ادريانو امامه ثلاثة لاعبين وضربة ركنية، لاعب البلاو غرانا طويلة والحارس بارتيز يكسب ضربة مخالفة، كارلوس البرتو باريرا يراقب الساعة، رونالدو والمخالفة، هذه المخالفة والورقة الصفراء ليليان تورام، ليليان تورام والبطاقة الصفراء. رونالدينو اشتم التعديل، رونالدينو غريبة جدا، ادريانو قبل ويليام كالاس، روبينو ترجع الكرة لسيرو يوسع والكرة من سيرو بيرتو بعيدة، روبينيو رونالدو دينو يتقدم رونالدينو، ولكن ويلس ضاع رونالدينو وأضاع معه الشعب كامل، سيدني كوفو والركنية، سيدني كوفو والركنية ساقط على الميدان، تصويب وبارتيز ولا ويليام كالاس، هجوم خطير زيدان والتصويب والحارس نيلسون ديدا، زيدان سينهي المشوار كأحلى فنان. حضور هذا الحكم سيسيليو دقيق جدا في ظل إمكانية التعادل، كرة والمخالفة وفابيان بارتيز
وفي هذه اللحظات بالذات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم لويس ميدينا عن تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي لمواجهة المنتخب البرتغالي يوم الأربعاء 5 يوليو على الساعة 9 بالتوقيت الألماني في ملعب الأليانس أرينا بمدينة ميونخ، بينما ألمانيا إيطاليا يوم الثلاثاء 4 يوليو على الساعة 9 بالفيس فان ستاديوم بمدينة دورتموند. ألف مبروك للكرة الفرنسية، هارت لاك لعشاق الكرة البرازيلية، أجمل تحيات محدثكم من أبو غنيف، وإلى اللقاء في مواعيد رياضية لاحقة إن شاء الله.